اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة البنسة دي، هنشتغل عليها بنسة سادة خالص. هنشتغل عليها بالخيط بطريقة بسيطة وسهلة. خليها بالشكل ده كده، ونخلي دي زي دي. طريقة سهلة وبسيطة قوي. كل اللي هنستخدمه، هنجيب ابرة مقاس رفيع، هنستخدم ابرة مقاس 2 استانلس، وهستخدم خيط باقي عندي، اي خيط، هي مش هتاخد خيط كتير. هنشتغل عقدة البداية، هنجيب البنسة هندخل في الطرف ده كده من فوق اللي هو هنا، وهسحب عقدة البداية اللي انا اشتغلتها، بعد كده هلف البنسة بالشكل ده كده، ان انا هروح للجزء التاني المقابل ليها، هسحب الخيط وهشتغل غرزة منزلقة، عشان اللي هي الخيط ده هشتغل فيه عشان هداري المنطقة دي، عشان هنشتغل احنا قلنا في الجزء ده. بعد كده هشتغل سلسلة وهلف البنسة. المفروض هحشي الإطار ده كله بغرز الحشو، يبقى ادخل هنا عند الحديدة كده واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. همشي كله في غرز الحشو، بس نخلي بالنا ان عدد الغرز هنا يكون زي عدد الغرز الناحية التانية، ان هنا عدد الغرز دي تكون قد عدد الغرز اللي هنشتغلها هنا الناحية التانية. فهنمشي الاطار ده كله بغرز الحشو، طبعا اللي شد الخيط على بعضه لتحت كده علشان البنسة ما تبانش من تحت بالشكل ده كده. طبعا الخيط ده كله هندخله في الشغل، هكمل لحد ما اوصل لهنا للراس هنا علشان اقول لكم هنلف ازاي نشتغل برضو هنا غرز حشو. يبقى انا هكمل لحد ما اوصل لهنا وهرجع لكم تاني هوريكم هنلف ازاي للراس الناحية التانية. وفضلت شغالة لحد ما وصلت هنا لفوق بالشكل ده كده. هنشتغل دلوقتي 3 سلسلة، 1 2 3، وهنلفهم على الشغل كده على الناحية التانية، وهسحب الخيط وهشتغل غرزة حشو كده. وصلت للناحية التانية، هشتغل برضو غرز حشو. احنا قلنا هنراي ان عدد السلاسل هنا يكون قد عدد السلاسل هنا. هنا انا اشتغلت 16 حشو، كل برضو ممكن تختلف على حسب حجم البنسة، ممكن البنسة تكون كبيرة، انما هنا انا معايا البنسة الصغيرة. اشتغلت الجنب ده ب16 حشو، وبعد كده اشتغلت 3 سلسلة اللي هي دي، وانتقلت بغرز حشو للناحية التانية. هكمل هنا برضو 16 حشو، واقول لكم هنرجع هنشتغل برضو في هنا في الفتلة دي، هنقول لكم هنشتغل فيها ازاي. واشتغلت هنا برضو وعملت الاطار بغرز الحشو، واشتغلت لحد ما عدد الغرز هنا بقى زي عدد الغرز هنا. دلوقتي احنا قلنا نشتغل في الفتلة دي، هشتغل 3 سلسلة. عادي دلوقتي هقفل البنسة، هلف الخيط على الابرة. هنا انا عندي الفراغ، الفتلة اللي انا سبتها هدخل فيها بالشكل ده بالابرة، وهسحب الخيط وهشتغل غرزة عمود بلفة عادية،
كده واحد، وبرده هدخل برده بالإبرة من تحت بالشكل ده كده واسحب الخيط. كده اتنين، هشتغل في نفس الفتلة كمان 6 أعمدة بلا 6 عمود بلفة. كده 3، كده 4، كده 5، كده 6، كده 7، كده 8. يبقى انا اشتغلت 3 سلسلة واشتغلت في الفتلة اللي هي اللي انا وصلت بيها هنا لهنا 8 غرزة عمود بلفة. هشتغل 3 سلسلة واروح عند اول غرزة حشو واشتغل فيها غرزة منزلق. عشان هنا يكون عندي 3 سلسلة اهمت 8 عمود بلفة 3 سلسلة. تدي معي الشكل ده كده في نهاية البنسة. دلوقتي هشتغل اروح للغرزة الحشو اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة حشو، هشتغل كمان غرزة حشو. يبقى انا كده اشتغلت 2 حشو كل غرزة عملت فيها غرزة حشو. هشتغل 4 سلسلة واروح للغرزة اللي بعديها على طول واشتغل فيها غرزة حشو. وهروح للغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هشتغل 4 سلسلة واروح برضو في الغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها برضو كمان هشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو. تدي معايا الشكل ده كده. بعد كده هشتغل برضو 4 سلسلة واروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها هشتغل فيها حشو. بعد كده هشتغل 4 سلسلة واروح للغرزة اللي بعديها على طول واشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها هشتغل فيها حشو، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة حشو اللي هي اخر سلسلة اخر غرزة حشو. يبقى الجنب معايا ده هيكون معايا بالشكل ده كده. هنتقل، المفروض ان انا هشتغل في ال3 سلاسل اللي كنت عملتهم هنا عشان انتقل من هنا لهنا. هشتغل فيهم زي ما عملت هنا، هرتفع الاول 3 سلسلة، هلف الخيط على الابرة، هدخل برضو فيها من تحت بالشكل ده كده تحت الفتلة واسحب الخيط. انا هنا اشتغلت 8 عمود بلفة، انما هنا هشتغل 4 غرزة عمود بلفة بس. 1 2 3 4. يكون معايا من قدام بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل 3 سلسلة واروح عند اول غرزة هنا هشتغل بقى فيها غرزة حشو. وهعمل غرزة حشو، واللي بعديها برضو كمان هشتغل فيها حشو، واللي بعديها حشو. بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهروح في الغرزة اللي بعديها على طول واشتغل فيها غرزة حشو.
نفس اللي اشتغلته في الجنب ده هشتغله في الجنب ده، هشتغل نفس اللي اشتغلته هنا هشتغله هنا، وهرجع لكم تاني اوريكم هنقفلها ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، واخر غرزة اشتغلت 4 سلسلة. هروح للي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة حشو. هيكون معايا المكان اللي اتفقت منه 3 سلسلة، هدخل فيه وهشتغل فيه غرزة منزلقة. بعد كده هرتفع السلسلة، وأقص الخيط الزيادة، والخيط ده طبعا هدخله في إبرة التنظيف. الشغل من تحت هدخله في إبرة التنظيف في الشغل من جوه، وارجع اوريكم شكلها النهائي هيكون عامل ازاي. اشتغلت اهي بنفس الطريقة ودخلت الخيط، هتكون معايا بالشكل ده كده، شكلها جميل وشيك. من بنت عادية خالص بقت معايا بالشكل ده كده، وانتي ممكن تزينيها بكذا طريقة، ممكن تطعمي الاطار بغرز الحشو وتزينيها بالطريقة اللي انتي عاوزاها. تكون معايا اهي بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.